بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم التفاعلي شير، الذي سنطوف من خلاله على أبرز الحملات والمواضيع الأكثر تداولا على السوشيال ميديا لهذا الأسبوع، وتشاهدون في هذه الحلقة. تفاعلات ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي حول ظهور أول حالة كورونا في اليمن. صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما قصتها؟ طفرة في مكالمات الفيديو عبر مايكروسوفت تايمز خلال الحجر. في ظل أسوأ أزمة إنسانية يشهدها اليمن منذ 5 سنوات، سجلت أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث نقلت وكالة سبأ للأنباء أن الحالة اكتشفت في مدينة الشحر شرق محافظة حضرموت. ويأتي اكتشاف أول حالة فيروس كورونا في اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم في ظل مخاوف كبيرة من انتشاره، خصوصا وأن الوضع الصحي يعاني من تدهور حاد بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس. تفاعل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي حول الموضوع، نتابع هذا التفاعل. وبعد تسجيل أول حالة كورونا في اليمن، فرضت سلطات حضرموت حظر تجوال كامل في مدينة الشحر وعزلها عن مدن حضرموت كافة. وطمأنت هذه الإجراءات الناس في عموم البلاد، وقالوا إن حضرموت ستكون نموذجا جيدا للتعامل مع كورونا كونها محافظة يتمتع أهلها بالوعي. وهنا أيضا كتب الأستاذ خالد الرويشان عن حضرموت وقال: لأن حضرموت هي الأكثر وعيا، احترمت هذا الاستنفار في حضرموت اليوم، ولكن الأهم هو إغلاق المنافذ يا محافظ حضرموت، إغلاق فوري وحاسم وحازم، هذه مسؤوليتك. لحسن الحظ أن اليمن آخر دولة في العالم دخلها كورونا اليوم عبر حالة واحدة في الشحر. لماذا أقول لحسن الحظ؟ لقد ظهرت حالة واحدة في اليمن بعد 4 أشهر من ظهوره في العالم كله، وكأن الأقدار تقول لنا برفق: انتبهوا وتعلموا واستفيدوا، المهم الشفافية، الأهم إغلاق المنافذ. صورة تداولها مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي لأهالي منطقة مناخة وهم يجلبون الماء من بئر، الصورة التي مثلت جانبا من المعاناة التي يلاقيها المواطن اليمني في ظل الحرب. نشاهد الصورة. وقد كتب العديد من الناشطين عن الصورة، ونبدأ بأول منشور وهو لمحمد العامري الذي قال: يمكن أن تقول انظر إلى صعوبة وخطورة حصولهم على الماء، ويمكن أن تقول انظر إلى قوة وعظمة وعزة الإنسان اليمني، يجهد بدنه ولا يبيع ويذل نفسه، ويمكن أن يتسول بهذه الصورة، يقصد جهات، ويمكن أن تدرس بها أجيال بالجامعات. منشور آخر لمحمد الكرامي عندما ويقول فيه:
عندما اندلعت الحرب في اليمن كنا نخوض حروبنا الشخصية، وعندما اندلعت الأوبئة في العالم كنا نخوض حروبنا الجماعية. تخيل أنك تعيش حربا مع الحياة داخل حرب في البلاد، داخل حرب أو حرب العالم، كذا حرب داخل حرب. منشور آخر أيضا لعبد الرحمن الداعري، والذي قال: هذه الصورة في القرن 21 لأهالي قرية بمديرية مناخة يبحثون عن قطرة ماء ربما تكون نهايتهم إذا انزلقت إحدى أقدامهم. إذا مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود لكم. انتشر لعدد من الفنانين اليمنيين فيديو في ظل الحجر الصحي بسبب تفشي وباء كورونا، وظهر الفنانون يغنون ويعزفون كأنهم على مسرح واحد رغم أنهم في مناطق مختلفة وبعضهم في مدن ودول متفرقة. وحملت هذه المشاركة اسم فن يمني عن بعد، كما لاقت رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال عنها البعض أنها رغم بساطتها أو بساطة تنفيذها إلا أنها كانت كبيرة في قيمتها وتوقيتها. نتابع هذا المقطع. عن الفن عن بعد وتجديد الأغاني القديمة ينضم معنا عبر سكايب الفنان أحمد مثنى. أهلا فيك أحمد. أهلا وسهلا فيكم. وبشكركم على الاستضافة الجميلة هذه. أحمد، بالبداية حدثنا عن فكرة فن عن بعد، ما هي الأهداف منه؟
الفكرة هذه هي عملت نقلة نوعية في نفسياتنا كفنانين يمنيين، كوننا نمارس فننا عبر النت أي. وإحنا جالسين في بيوتنا. وهي فكرة الموزع الرائع عبد الله آل سهل، وأنا بدوري أشكره وأوجه له تحية صراحة على مجهوده الكبير في إثراء مثل هكذا أفكار وإيصالها للناس، خاصة في هذا الوقت العصيب اللي العالم كله بيمر فيه. وإحنا كفنانين نعتبرها توعية للناس عشان يجلسوا في بيوتهم خصوصا أيوة. هذه الفترة، لأنه تعرفه. فالفكرة ببساطة إنه يقوم الموزع الموسيقي اللي هو الأخ عبد الله بالإشراك مع موزعين موسيقيين برضو مثل مروان الحمادي، فهد العزي، طبعا كلهم اشتركوا في العمل وما نسى دورهم الكبير في هذا الشيء، بالإضافة إلى الفنانين المشاركين أيضا نجيب المقبلي وأديب الولي وفؤاد الهتار أيضا وأحمد عبد القادر وأيضا بدر مليحي. يعني الشباب كلهم ما قصروا صراحة، وصحيح كان فيه تعب شوية في إرسال الفيديوهات وفي الآلية نفسها كون كل فنان في مدينة مختلفة، ولكن الحمد لله يعني العمل لاقى رواج كبير. فالفكرة ببساطة شديدة أنه يقوم الموزع الموسيقي بإرسال مسار أساسي لجميع الفنانين المشتركين في العمل، وهو ما يسمى بالجايد، ولازم على كل فنان لديه الأدوات اللازمة للتسجيل، أنه لازم يكون عنده أدوات يعني احترافية مثلا كارت صوت ومايك استوديو عشان يسجل بشكل نظيف وتخرج الناس بشكل نظيف برضه. ف وبعد الانتهاء من التسجيل كامل نقوم بإرسال الغنى، يعني كل فنان من الفنانين الشباب اللي شاركوا في العمل يقوموا بإرسال المغنى المقاطع حقهم إلى شو اسمه مهندس الصوت اللي بدوره يقوم بعمل مكساج نهائي للصوت بعد الانتهاء من التسجيل الموسيقي بشكل كامل. بعد هذه المرحلة تجي المرحلة قبل النهائية، وهي تصوير كل فنان للأغنية كاملة وإرسالها إلى مصمم الفيديو، وبعد ذلك تجي المرحلة النهائية وهي إخراج الفيديو وتنزيله لمواقع التواصل الاجتماعي وإخراج الفيديو يعني. وطبعا الفكرة غير محصورة على فنانين محددين بحد ذاتهم، وإنما على الكثير المشاركة بحسب الترتيبات اللازمة مع راعي العمل الأول وصاحب الفكرة اللي هو الموزع عبد الله آل سهل، عشان تخرج الفكرة بشكل أفضل أجمل. وبطريقة مميزة للناس. نعم. بالضبط. طيب ماذا عن تقييمك لتفاعل الناس حول هذه الفكرة؟ حدثنا عن تقييمك لها. الفكرة لاقت رواج كبير، ما كنا نتوقع إنها حتنتشر بالشكل هذا يعني. والحمد لله يعني الناس كلهم معجبوا فيها، يعني لحد الآن تقريبا المشاهدات في خلال أسبوع بس وصلت إلى 35,000 تقريبا، هذا يوم أمس، احتمال اليوم تكون 40,000. فهذا بالنسبة لليوتيوب، غير مواقع التواصل الأخرى زي الانستغرام زي الفيسبوك وغير المشاركات الكثيرة، يعني ناس كثير أعجبوا بالعمل وأشادوا بأداء الفنانين كلهم، فكان عمل جميل جدا جدا. والحمد لله انه عجب الناس وهذا اهم شيء. الحمد لله. طيب ابرز المعوقات واخطر المعوقات اللي واجهتوها اثناء يعني تكوين العمل او انشاء الفكره، ايش كانت؟ نعم. يعني مش حاجات صعبه جدا صراحه، لانه الشباب كلهم كانوا متعاونين وعندهم الادوات اللازمه للتسجيل، وهذا اهم شيء، هذه اهم نقطه في العمل، انه يكون عندك مايك استوديو، مايك احترافي وكارت صوت او حتى مصغر يعني في البيت، كل واحد على حسب الستيشن اللي عنده في البيت. وما كان فيش ذيك الصعوبه اللي واجهناها، وانما كان في شويه تفاوت في الوقت بس، تاخير من بعض الفنانين كونه التسجيل انهينا التسجيل
قبل ما يكون فيه فترة حظر لمدة 24 ساعة في المدن اللي شباب فيها. والحمد لله لحقوا يسجلوا أرسلوا لعب. أيوه. طب بالنسبة لآخر عمل لك كان أنت والفنان خالد وهاشم الحسني، وهذا رقى رواج كبير في مواقع التواصل الاجتماعي. طب قبل ما نتكلم عنه خلينا نسمع جزء ونرجع لك. ما شاء الله إبداع الشباب اليمني في ظل هذه الأزمات متكرر. وأكرر أهلا فيك أحمد. إيش هذا يا الإبداع أهلا أحمد؟ وسهلا فيكم. الله يخليك، تسلمي. طيب أحمد، كما تابعنا هذا العمل هو تجديد الأغاني اليمنية القديمة، كيف تابعت ردود أفعال الناس؟ لابد كان هناك الكثير من الانتقادات، أو حدثنا، هل واجهتم انتقادات؟ العمل طبعا، العمل طبعا كان اشتغلنا كامل في يومين انا وهاشم. طبعا انا بوجه تحيه من عبر قناتكم لصديقي الفنان الرائع هاشم الحسني، طبعا هو مغني وموزع موسيقي. طبعا نوجه له تحيه. فهاشم انسان مبدع جدا، وكيف اليه الشغل اللي اشتغلناه؟ طبعا العمل اشتغلنا في يومين فقط، من فكره وتصوير ومونتاج وكل شيء. هو طبعا مونتاج بسيط، يعني ما هو شغل احترافي جدا بالنسبه للمونتاج، ولكن الاوديو شغل الصوت كان جميل جدا. واضح. وكنت اتكلم انا وهاشم، انا شفت اغنيه للفنان احمد السنيدر، كنت فاتح احد القنوات اليمنيه وكنت اسمع اغنيه للفنان احمد السنيدر، وطلعت في راسي الفكره، قلت ليش ما اكلم هاشم ونشتغلها، نعمل ديو بيها. فاتصلت على هاشم فيديو وكلمته، قال لي اوكي ممتاز ليش لا. فبدانا نشتغل،
مساعد بدانا نطرح الايقاع هذا كله. طبعا احنا نتكلم فيديو وهاشم بيشتغل، فخلص الايقاع وبعدين بدانا نحط الميوزك شويه شويه، وبعدين اضفنا صوت عود، لمسات بسيطه طبعا، ما خلينا نفس الاغنيه الاساسيه طبعا، ولكن اضفنا برضو سولو اخر في العزف، فكان شكله جميل يعني، واضفى جماليه وشبابيه اكثر بحيث تظهر الاغنيه، اغنيه الفنان الموسيقار الكبير احمد السنيدر بشكل جميل شبابي نوعا ما. طب هل هل ما كان في حاولنا نحشي انتقادات؟ العمل ميوزك كثير. هل في كان انتقادات في هذا الموضوع؟ لا اطلاقا ما كان في اي انتقادات ولا قرواج كبير. طبعا زي ما قلت لك العمل توزيع وتسجيل ومكساج وتصوير يومين. نعم. يومين فقط، وفي خلال اليومين هذه وصلت المشاهدات على اليوتيوب الى تقريبا 30,000 حتى اللحظه هذه. فهذا يعتبر نجاح وبرضه تجديد جميل. وانا بحث الفنانين اليمنيين ايضا انهم يجددوا الاغاني القديمه ولكن بشكل لطيف بحيث ما يمس باصاله وعراقه الالحان اللي قدموها الفنانين القدام. بالضبط. طب بالنسبه هذا. لادخال الالات الحديثه كمان، هل تظن انه تطوير وتجديد ام يمس في الاغنيه القديمه او يقويها؟ ما هي وجهه نظرك؟ بالعكس هذا شيء جميل جدا وبيساهم في انتشار الاغنيه وبيساهم في انتشار اللكنه اليمنيه لجميع اليمنيين ايا كانت. في فنانين كثير اشتغلوا وطوروا الحان قديمه جدا ما حد كان يسمعها ولا حد عارف عنها، زي مثلا الفنان محمود كارم اشتغل اغنيه جميله الى بندر عدن، زي مثلا الفنان احمد سيف اشتغل الحب والبن بشكل جميل جدا وفيديو كليب راقي جدا، زي مثلا الفنان هاني شيباني اشتغل اغنيه بير العزب وظهرت بشكل رائع جدا، ومشاهداتها تصل في اليوتيوب الى ما يقارب مليون مشترك، مليون مشاهده عفوا. فهذا نجاح كبير يعتبر للاغنيه، وبرضه بيوصل اللهجات اليمنيه اكثر العالم العربي يعني. شوف احنا ايش قاعدين نسوي، لانه الشباب، لانه الجو الشبابي، الجو الشبابي يحتاج حياه اكثر من لما تغني او تمسك اغنيه وتجلس تعزفها بالعود فقط، فهذا بيساهم بشكل كبير. بالعكس هذا ليس تحقيرا وإنما تجديد وتجديد للأغاني وبثها في الجيل الجديد. تجديد وإضافة جميلة. إذن أحمد أريدك تكلمني صحيح. فقط عن آخر أعمالك الفنية، أكيد آخر في أعمال أخرى الفنية طبعا. حاليا طبعا في أعمال أخرى كثير، وحاليا أنا جالس أشتغل سنجل لأغنية صنعانية بس ما أقدر أصرح عنها إطلاقا، ولكن اللي أقدر أقوله أنه الاغنيه بشتغلها حاليا هي من توزيع الموزع الرائع عبد الله الانسي، وافكار جميله جدا. عبد الله طبعا هو حفيد الفنان الكبير علي بن علي الانسي وموزع نسمع مقطع رائع ولا جدا. حقوق النشر لسه؟ نسمع مقطع نختم فيه الفقره. ما اقدرش اسمعكم، ولكن هتسمعوا قريب ان شاء الله، لانه حاليا بنتعاون الموزع عبد الله الانسي بيتعاون مع موزعين في القاهره عشان يشاركونا في شغل حندخل فيه الات غربيه للعمل هذا، بحيث يضيف شكل جديد وغير مكرر للاغنيه الصنعانيه، لانها اغنيه صنعانيه اصلا من لمسه جديده. لمسه أنا جديده من الحاني طبعا، هي انا والفنان عبد القادر محرم ومتوزيع ايضا الموزع الكبير عبد الله الانسي ان شاء الله. بالتوفيق لكم جميعا. اذا لابد سمعنا عمل بسيط من اي اعمالك نختم فيه هذه المقابله الجميله. بسمعكم اغنيه حضرميه. تمام. اوكي. يا مروح بلادك ليل والشمس غابت، عدنا لمطرنا والتلاحم طابت، يا مروح وقلبي منكم مرتوى،
ارحمونا ارحمونا فضيلة من لهيب الهوى، لا 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 تولوا عيني من لظى الحب ذابت عدنا إلا انقربنا والتلاحين طابت. غني صوت المحبة يا سلام كل فن، خلينا ننطرب بلحان جنة عدن عندها الأقمار ضاءت في فؤادي استضاءت عدنا إلا انطربنا والتلاحين طابت. ما شاء الله، شكرا لك أحمد، وبالتوفيق دائما لك ولجميع الشباب اليمنيين في كل أنحاء العالم. مشاهدينا فاصل ونعود لكم. شهدت مدينة صنعاء سقوط أمطار غزيرة تسببت في سيول جارفة بالمناطق كافة، كما حذر الدفاع المدني الاقتراب من المناطق التي تغمرها المياه، وقد تسببت في أضرار بالغة وغرق للسيارات وعدد من المنازل والمحال التجارية، بينما لم يتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا حتى الآن جراء تلك السيول. ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي كتبوا عن الموضوع، حيث كتب جمال الحمادي: محروسة يا صنعاء ولك ولأهلك البسطاء كل الدعاء بالسلامة، ففيهم ما يكفيهم، أحب صنعاء ولي في القلب صنعاء. وسط انتقادات محلية ودولية، محكمة حوثية تحكم بإعدام 4 صحفيين، حيث أقرت محكمة تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء حكما بإعدام 4 صحفيين بتهمة الخيانة والتخابر مع دول أجنبية. الصحفيون محتجزون منذ سنوات لدى الجماعة التي تخوض حربا ضد الحكومة المعترف بها دوليا. تفاعل ناشطون حول الموضوع، حيث كتب الناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان: القرار الذي صدر اليوم بإعدام 4 صحفيين يمنيين ليس حكما قضائيا، بل قرارا لميليشيات الحوثي عن طريق قضاة سابقين تمردوا على السلطة القضائية بعد إلغاء المحكمة وأعلنوا انضمامهم لجماعة الحوثي، فأصبحوا يمارسوا هذه الأعمال بصفتهم الميليشياوية بعد سقوط الصفة القضائية عنهم. أنقذوا الصحفيين المختطفين. من جهته علق رشاد الشرعبي وقال: يخوض الحوثيون معركة شرسة ضد الصحفيين والناشطين ووسائل الإعلام من قبل اجتياحهم العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وضحاياهم بالمئات ما بين قتيل وجريح ومشرد ومختطف ونازح وعاطل، ويستخدمون القضاء المزعوم لتصفية الحقيقة وشهودها. أنقذوا الصحفيين المختطفين. ومن أخبار التكنولوجيا، حيث أعلن تطبيق زوم للمؤتمرات عبر الفيديو تعزيز درجات الأمان للاتصالات
بعد أسبوع أسود بفعل فضائح لطخت سمعة هذه الخدمة التي يزداد استخدامها بصورة مضطردة في مرحلة الحجر المنزلي الراهنة في أغلب بلدان العالم. ومع التحديث الحديث بات لدى منشطي المؤتمرات عبر الفيديو على زوم إمكانية استخدام خاصية أمنية تحمل اسم سيكيوريتي وتتيح طرد مشاركين بسرعة أو الحد من عدد هؤلاء أو جعلهم في وضعية انتظار أو تفادي تشاركهم للمضامين. وبات عنوان المحادثات مخفيا لتفادي تسلل جهات سيئة النية إلى المؤتمرات، كذلك بات يفرض استخدام كلمة سر بصورة تلقائية. تأتي هذه التدابير إثر حملة اختراقات واسعة النطاق طالت مؤتمرات عبر الفيديو على الخدمة، بينما تعرضت حصص تدريس ومراسيم دينية للخرق على أيدي قراصنة المعلومات، نشروا صورا إباحية أو تصريحات تنطوي على تهديد. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من شير، ألقاكم الأسبوع القادم بإذن الله، ويمكنكم التفاعل مع البرنامج عبر هاشتاغ شير. هذه تحياتي لكم وتحيات جميع الطاقم، في أمان الله.